تفضل يا استاذ حسن. السلام عليكم. وعليك السلام. سؤال الحلقة الشيخ، عنوان الحلقة أن السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضطجع معي أمرني أن أتذر. ما أعرف أجاوبك. بس يعني الشيخ شوي عندي مسألة عادي يعني. عندك مسألة غير المسألة دي؟ نعم شوي. بكرة إن شاء الله. يعني مشايخ. بكرة إن شاء الله. مشايخنا. بكرة. لا. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليك السلام يا أبو أحمد، تفضل. شلونك أستاذ الوليد؟ والله بخير حال يا أبو أحمد. عساك ان شاء الله خير. استاذ وليد، الموضوع يخص السيده ميمونه والسيده عائشه بالنسبه للموضوع الحلقه. لا، يخص السيده ميمونه بس. يخص السيده ميمونه بس رضي الله عنها وارضاها، ام المؤمنين ميمونه. جزاك الله خير. طبعا بما تفضلت به انت صحيح، لانه احنا عندنا الفاصل بالنسبة لمفهوم النص، سواء نص كان قرآني أو سنة، فاصل به اللغة العربية. فاللغة العربية عندما وردت كلمة المضاجعة والاضطجاع هو مفهوم واحد. قرآنيا حصل هذا الشيء، ذكر الله تعالى 3 مرات لمفهوم المضجع. والاضطجاع هنا، نرجع المفهوم الأصلي بالنسبة للغة، الرجعة يعني المتشابه رجع المحكم. قال تعالى: قوم إذا برزوا إلى مضاجع، هناك قوم برزوا إلى مضاجعهم. معنى مضاجعهم يعني القتل، النوم، وهذا النوم خب مو يدخل به بعد حالة الجماع. هذا نص ثابت. كذلك قوله تعالى أيضا في سورة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، معناته النوم. أهل اللغة قالوا المرجع أو التراجع هو النوم الهادئ عندما ينام الإنسان على سريرته. ولكن هنالك أكو آية: فهجرهن في المضاجع. هذا مو المقصود بهجران الجماع، وإنما هجران الفراش مع المرأة، النوم الحقيقي الطبيعي في المضاجع. فإحنا عادة نرجع اللغة الأصلها، لأن القرآن هو له فضل على اللغة العربية، وليس اللغة العربية هي الذي نرجح قولها. فهنا الاضطجاع سواء المضجع هو النوم، ما له علاقة بالنكاح، النوم. ولكن مثل ما قلت، إذا جاءت قرينة، بالنسبة رجل وامرأة وذكرت، قد تحتمل على قرينة. فإحنا دائما يفترض أن نرجح اللغة العربية. أنا عزب عليك أستاذ وليد، بذاك اليوم ناقشتك بنقاش بالنسبة للمفردات، أقول لك بالقرآن أكو مفردات ثابتة، مثل ما قلت ناقشتك على البنات كان عندنا نقاش. سيادة المعمم، القضية مش هنا يا سيادة المعمم. أنا مش بتكلم على أن أم المؤمنين ميمونة تقول أنه اضطجع معني أي جاء معني، لا، أنا مش بتكلم في كده. ولا يقول عاقل أن الحديث يتكلم عن ذلك، أن الاضطجاع هنا يعني الجماع، تمام؟ لا يعني الجماع. ولكن هي قضية كلها، عندما أتت أحاديث عن السيدة عائشة بنفس الألفاظ التي قالتها سيدة أم المؤمنين ميمونة، اتهموا السيدة عائشة أنها تنقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم من الفراش، وقالوا كيف تنقل كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فلذلك أنا أتيت بتلك الرواية حتى أقول أن السيدة ميمونة أيضا نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، وأيضا بنفس الألفاظ، وأيضا السيدة أم سلمة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بنفس الألفاظ. إذن لماذا الطعن في عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فهل يستطيع الشيعة أن يطعنوا في أم المؤمنين ميمونة ويقولوا نفس الكلام الذي يقولونه في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ده كلامنا. طيب، للإنصاف، القول الذي يطعن بالسيدة عائشة بالنسبة إذا ذكرت هذا الحديث للإنصاف،
هذا ما اعتقد تواتر بالشيعه ابدا، وانما الشاذ ما لنا علاقه به، الشاذ يدون يطعنون على هذا، خلافهم على هذا النقل الشرعي الحكم الشرعي هذا الشاذ يقولون عليه، بس اعتقد هم ذول يروجون على اصل المساله لماذا نقلت، لا لاصل الكلمه مرجع وغير مرجع، واذا كان هكذا اخو نقلت السيده هند اللي هي ام سلمه او نقلت السيده ميمونه كما تفضلت، فاحنا ذول الشواذ، احنا هذا الشواذ من القول اللي وارد عن بعض اتباع الشيعه هذا يرد عليهم، وانما الثابت انه ما اذا يردون يستنقصون من السيده عائشه معاذ الله مو الاستنقاص على هذا، على انه استنقاص بامور خارجيه اخرى، انه مثلا ما اجتهادها بالجمل وغيرها، اما بالطعن بالشرف ماكو عموميات بها، ماكو ثوابت بها، ليش؟ لان شرف النبي عرس النبي هذا ثابت. احسن، يعني هي القضيه كلها قضيه نقل امور فقهيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تشهيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم او تنقيسا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم او شرح ما يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش لكي تهين النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، فالله المستعان. شكرا لك يا حاج ابو احمد، واجدت واحسنت اليوم، ربنا يبارك فيك. تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. تفضل استاذ، شنو سؤالك؟ سؤالي هو عايزين شرح للرواية بتاعت السيدة ميمونة الصحيحة التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضطجع معها أمرها أن تتذر أثناء الحيض. تفضل. زين، أنا عندي سؤال بسيط، يعني هو كجواب، لكن هسه تقبل بين زوجتك تتكلم على الأمور اللي تكون داخل غرفتك؟ يا باشا، هو فين الأمور اللي بتكلم فيها؟ يعني هي أمور إباحية، لو كانت أمور إباحية فكيف تناقلها المعصوم عندك من السيدة ميمونة؟ يعني هل الرواية دي جاءت عن السيدة ميمونة عن المعصوم ولا لأ؟ يعني المعصوم هو اللي نقلها عن السيدة ميمونة ولا لأ؟ نقلها المعصوم، فإن كانت عيب وحرام وإف وإخ والكلام ده كله ما كانش نقلها المعصوم، صح؟ المعصوم مو مثله ومثلك، المعصوم هو يا عم ما نقلها لنا، يعني هو نقلها لنا عشان نعمل بيه عن السيدة ميمونة، يعني مش هو اللي قال ده، هو نقلها عن السيدة ميمونة، فهل معنى ذلك أن المعصوم عندك فضح السيدة ميمونة؟ طب السيدة ميمونة عندما تكلمت مع المعصوم مش المعصوم ده راجل؟ يعني معناه أنها فضحت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه؟ قفل.